والبداية من الخبر الأبرز والأكثر تداولاً خصوصاً في سوريا هو حادثة وفاة مشجع نادي حطين الشاب عبد الحليم حوا بعد إصابته بأحد أنواع الألعاب النارية الخطيرة. كان أطلع أحد المشجعين بالمباراة اللي جمعت نادي حطين وتشرين ضمن بطولة ودية. الخبر أثار غضب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي نظراً لأحداث الشغب والفوضى والفلتان الأمني اللي ظهر من خلالها المباراة، والعديد من الأسئلة دارت حول مين سمح وكيف سمح بإدخال تلك المواد. الفيديو اللي رح نشوفه هلأ هو نفس المباراة، هو من داخل المباراة ولحظة طبعا إصابة عبد الحليم في الأعيرة النارية. خلينا نتابع طبعا هالفيديو اللي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. على هذا المنظر يا الله، في الدقيقة 38 مارديك مردكيان يحرز هدف التعادل. هذه هي المباريات، هكذا نريد، هكذا نريد الإثارة والحماس والندية والأهداف والجمهور الرائع لجمهور حطين. شوفوا الاحتفالات أيضا من جمهور حطين. هنا الكرة، شوف شوف، هنا جمهور تشرين وهنا جمهور حطين. يا الله، هدفين مقابل هدف واحد. السماء اللاذقية بهذه الأمراح تعطيها جماهير تشرين وجماهير حطين. مثل ما شفنا العديد من الأشخاص والمشجعين كانوا عم يحتفلوا بالفوز وكانوا عم يطلقوا الأعيرة النارية الخطيرة، بس ولكن هالاحتفالات ما انتهت على خير، وللأسف أصيب وتوفى الشاب عبد الحليم. فبعد تسجيل حطينا الهدف في الدقيقة 80 خرجت كمية كبيرة من الألعاب مثل ما شفتوا بالصورة، وهذا بسبب أصيب. خلينا نتابع مع بعض اللحظة اللي أصيب فيها عبد الحليم. الدخان اللي عم نشوفه واللي كنا عم نشوفه بهالفيديو اللي عم تابعناه هو كان طالع من طبعا، خلينا نشوف لحظة بس، ايه اوكي طيب، الدخان اللي كنا عم نشوفه بالفيديو هو كان طالع من صدر الشاب بعد ما انفجر داخل صدره ودخل لصدره الألعاب النارية الخطيرة، فللأسف توفى على أثره. طبعا قبل ما نستعرض بعض التعليقات الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي حول هالموضوع، خلونا ننوه لحوادث الفوضى اللي بتشهدها مباريات حطين وتشرين دائما. والمشاهد اللي شفناها قبل شوي كانت مجرد مشاهد من مباراة بطولة ودية، ما هي مباراة نهائي أو تحديد مصير، إلا أن المباراة وباعتبارها ديربي اللاذقية فحظيت باهتمام وانقسام المتابعين. بنفس الوقت وهون الحديث كروياً، ولكن ما عزز هذا الانقسام أكثر كان سبب انتساب كل نادي لطائفة معينة. فبالوقت اللي بيمثل فيه نادي حطين الطائفة السنية باللاذقية بيمثل نادي تشرين الطائفة العلوية، هالشي اللي ما تحول مع مرور تحول مع مرور الأيام من انقسام وخلافات كروية وفنية لخلافات أقرب ما أن تكون إليه للطائفية. فاعتدنا على مشاهد العنف والضرب والشغب بكل مباراة بتجمع الفريقين، وللأسف النهاية كانت صادمة وتوفى على أثر الشغب وحالة الفوضى الكبيرة الشاب عبد الحليم. وأيضا كمان خلينا نشوف كيف علق رواد مواقع التواصل حول هالموضوع. عماد اتسيع علق وقال: ما لازم تمرق هالحادثة مرور الكرام، شبت للوردة فقد روحه كرمال طيش عالم مجانين، لازم يكون في حساب. وخلينا أيضا نشوف التعليق الآخر. أيضا محمد عبد أيضا علق وقال: إن شاء الله بحسنته بيلغوا كل شيء اسمه رياضة بسوريا، لأنه الرياضة عنا بتشبه كل شيء إلا الرياضة. الله يرحمه ويصبر أهله. وخلينا أيضا نشوف يزن أبو عراج قال: يجب على الفيفا التدخل ومنع لعب كرة القدم بهالبلد، لأنه عن جد الوضع غير مناسب أبدا، وهذا هو الدليل. وأيضا خلينا نشوف أيضا محمد الحلاق قال: الجمهورين عم يشحنوا بعضهم كأنه داخلين معركة وحرب، مو مباراة ودية. التعصب والانتماء حلو، بس ضمن الأخلاق والروح الرياضية. مدرج فيه 30,000 مشجع، ما فيه فتحة باب للجماهير للخروج بحالة الطوارئ، يقدروا يطلعوا هالمشجع المصاب، ومثل ما كنا عم نشوف كانوا عم يرفعوه من فوق السور لحتى يأسفوا. هي كانت طبعا أبرز التعليقات حول هالموضوع اللي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل.